إذا صحافة 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 شروق اسمع لي صحافة صحافة شروق 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 صحافة صاي 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 صحافة صحافة شروق إذا نعم هاي الآن المروحية تصل إلى عين المكان وتنقل أعتقد أنها تنقل الإبن لاحظوا الحزام الأمني حتى بس ما يخلوش له إذا الولد إبن إذا هذه اللحظة السعيدة إذا الإبن عبد الحق في صحة جيدة الحمد لله إذا الحمد لله شكرا لكم شكرا 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 لعبد الحق عبد الحق الآن بصحة جيدة معافى الوجه الملائكي البريء الجميع يجري من أجل أن يحملوه على الحماية المدنية إذا لاحظوا الإبن يعيدوه نعم الآن سوف يتم نعم نظرا لقوة الشعب وتدخل كبير للشعب يتم إعادة الإبن عبد الحق إلى المروحية لأسباب يعني فيه يعني شدة الفرحة قوة شعبية كبيرة جدا لا توصف ما قدروش أنهم يتحكموا فيها حسب كلنا يعني درجة فرحة ولكن نلاحظوا الآن أن الإبن عبد الحق الآن فيه يعني شغل هجوم كبير جدا نعم الآن صحافة شروق صحافة يا راجل يا ورك مخليها راهو هذاك مخليها مع الولي ماشي هنا يا راجل احنا الصحافة شروق كبير إذا هذه الفرحة إذا الوالدة صحافة صح هذه الفرحة والدة لاديد والدة فرحة والآن فرحة كبيرة عند عناصر درك الناس كبر فرحة التي لا توصف لاحظوا الآن تستلم ابنها بهذه الفرحة والحمد لله شدة الفرحة للأسف يعني سمحونا الله غالب شدة الفرحة الناس مش قادرين يتحملوا الآن لاحظوا معايا يعني فيه فرحة كبيرة جدا الفرحة جارمة تحية لعناصر الدرك تحية للمروحية تحية للمواطنين الدرك يحمل الطفل الفرحة نعم إذا الآن للأسف فرحة هذه الفرحة لاحظوا معنا يعني اضطروا يهربوا الطفل لأن لاحظوا للأسف يعني الفرحة الشديدة يحملونه على سيارة الإسعاف لا تروح فقط الوالدة معه إذا راح يطلعوه مع الوالدة تاعه الحمد لله إذا الجميع فرحان الجميع يصفق العلامة الكاملة لكل من شارك تصفية الآن يلتحق بسيارة الإسعاف لكي ينقلوا نعم إذا تصفيقات تحت التصفيقات الحارة للمواطنين والزغاريت وفرحة عارمة للجميع بعد العثور إذا تنطلق سيارة الإسعاف حاملة معها الإبن عبد الحق الجميع فرح الحمد لله تغادر إلى الأمان ويعود عبد الحق إلى أحضان عائلته إذا هذه الحمد لله سيارة الإسعاف التي تحمل عبد الحق على المباشر تحية للجميع لاحظوا المواطنين لاحظوا الفرحة العارمة لاحظوا الحضور المكثف الحمد لله إذا تنطلق سيارة الإسعاف الآن حاملة مع عبد الحق يعود إلى أهله الفرحة تعم الجميع يسفر